قال الناخب الوطني وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم أن التغييرات التي أقدم عليها اليوم كانت بسبب عدم جاهزية بعض اللاعبين، وأضاف ربما الأسود خلال تصريحات إعلامية بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة ضمن كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023. سفيان بوفال أخبرني أنه غير جاهز للعب منذ البداية، عطية الله لم يكن جاهز أيضا. جتني اليوم والحمد لله كترجع في لا كونكورونس اللي بغينا، دابا يحيى ان شاء الله غيرجع، واش دابا غيبدا الماتش الثاني غنشوفو. بالحق مزيانه لينا، سي تري بيان، شي تري كونتون باسكو ما كانش ساهل. سي كوم بوفال الصباح كان غيبدا، لي دو ما بداوش، دخلنا دو جوور، سافيت سا لا كلي ديال لا كومبيتيسيون، خصنا غنحتاجو في اي واحد. وشدد الناخب الوطني على ان الرطوبه عائق للاعبين ولا تساعد على تقديم مستويات كبيرة، ويجب التغلب عليها، مبرزا أنه رغم ذلك قدم العناصر الوطنية أداء جيدا. وأشار الركراكي إلى أن المبتغى هو إسعاد الشعب المغربي وتحقيق النتائج إيجابية. j'ai dit حنا on est en mission ici, on a un statut, on est attendu. دري عارفينها باغين بارين ابري كتبقى كورا، دونك حنا اون لي بيي سور تير كنعرفو، مشينا اون ريسبكتي لا تنزاني اليوم، اون اكسبتي دو طون طون دو با افوار لو بالون اي دو تو سكي. جو سي كو سيت ايكيب ال جينير بوكو ديسبوار في البلاد، وبغينا نفرحهم، مي لا كومبيتيسيون غادي تري لونغ، غادي افوار بيزوان تو الموند. هادشي اللي قلت في الفيستير في الاخر، غنحتاجو اي واحد ان شاء الله، غير ما نكونوش عندنا لي بليسي بزاف، تكون عندنا الفرقه كامله. اللي شفتو اليوم لا ديفونس ملي كتشوف مع امرابات، رجعوا له ساتور، رجعت الفرقه ديال لا كوب دي موند. وواصل الركراكي، اللاعبون عرفوا كيف يدبرون اطوار اللقاء وطبقوا التعليمات كما يجب وسيطروا على مجريات المباراه. واضاف الركراكي، اتمنى ان نكبر في هذه المنافسه الافريقيه ونحقق الاهداف التي سطرناها.